العنف. هنشوف الصور معانا دلوقتي، حاجة بجد جميلة جدا وحاجة محترمة. الأمهات دول كانوا موجودين في حي الخصوص في مبادرة مؤسسة أحلى البلاد. خلونا هنعرف تفاصيل أكتر عن مؤسسة أحلى البلاد من أستاذة إكرام خليل رئيسة مؤسسة أحلى البلاد. أستاذة إكرام أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا جميلة، ازيك وازي المشاهدين كلهم. أهلا بحضرتك، وخلينا يعني احكينا عن الصور الجميلة والمبهجة دي بعد ما خدنا حبة كده ايه طاقة سلبية، ناخد حبة طاقة إيجابية بقى من حضرتك. أنا عايزة أقول لك إنه الصور دي أنا أبهرتني. أنا نزلت منطقة الخصوص تحت قيادة أو تحت ريادة اللواء محمود عشماوي لمؤسسة الأيوبية، هو أتاح لينا الفرصة كمؤسسة إن احنا ننزل هناك. اتفاجئنا بصراحة بأمهات جميلة جدا جدا جدا، أمهات بسيطة وحلوة بس محتاجة اللي هياخد بإذنه. أنا عايزة أقول لك إن منطقة الخصوص منطقة من أحلى المناطق اللي إحنا نزلنا فيها كأحلى البلاد. اتفاجئنا برد فعل أمهات وإحنا بندي المحاضرة وبنتكلم عن العنف إن هما بيعيطوا وبيقولوا لنا إحنا عايزين نتغير، إحنا مش مصدقين إن إحنا بنعمل ده في أولادنا. واتفاجئنا إن هما خدوا ردود أفعال على طول، يعني واحدة أم جت إمبارح قالت لي على فكرة المحاضرة وأنتِ بتديها إن أنا هبطل أضرب بنتي، أنا خلاص. يعني كانت في ردود افعال على طول قدام حضرتك واثناء المبادره. طب دي حاجه محترمه جدا. حاجه دي تدل على حاجه حلوه قوي، ان احنا محتاجين بس اللي ياخد باذننا، محتاجين نفهم. يعني احنا اسم المرحله دي في المشروع نفهم ونحميهم. خلينا نفهم ونحميهم، يعني ازاي احنا نفهم فنحمي اولادنا. القضيه الكبيره في مشاكل مع اولادنا حضرتك ان احنا عندنا عدم فهم ازاي نتعامل مع الطفل وهم فاهمين ان العنف هو اللي هيولد التربيه. ان انا لما اضرب بنتي قوي 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 هتطلع بنت مؤدبه قوي قوي قوي. اني لما احرق ابني بمعلقه هيبطل يكذب. اني لما اجي اقول له كلام وحش قوي هيبطل. ايه ابرز المشاكل يا استاذه اكرام اللي حضرتك واثناء المبادره شفتيها وفعلا تم علاجها نهائي؟ بصي بقى، اكتر حاجه ملاحظاها ان الامهات بيجي لهم هلع من المذاكره. ده حقيقي. فبيحس ان لازم نضرب ولادنا قوي عشان يذاكروا قوي. فاحنا بنتكلم معاهم قلنا لهم على فكره انا لو جيت دلوقتي زعقت فيكي وانت بتطبخي ورحت ضربتي مثلا هتعرفي تطبخي وتكملي اكلي؟ لا طبعا. ما ابنك نفس الفكره. هيعرف ازاي يذاكر مع التخويف وانت رافعه له الشبشب او رافعه له الحزام؟ التخويف ازاي يجي مع التركيز يا جماعه؟ فهم حسوا ايه ده؟ هو فعلا احنا لما بنيجي نضربهم ونخوفهم ما بيركزوش. طيب خليني اسالك يا استاذه اكرام، هتنزلوا مناطق ثانيه الفتره اللي جايه؟ احنا الوقت اللي جاي الاسبوع اللي جاي كله معانا بكره مدرسه للاطفال نفسها. هايل. يعني نفسنا تتابعونا بكره، هنعمل حاجه أكيد. للاطفال هنعالج شويه من الازاءات النفسيه اللي مروا بيها، هنعلمهم ازاي يحبوا بلدهم وكمان هنعلمهم ازاي يدافعوا عن نفسهم من خطر. هنتابع اكيد مع حضراتكم ادام حاجات ايجابيه كده محترمه، اكيد هنتابع معاكي. بشكرك شكرا جزيلا. عندنا مجمع الخصوص، مدرسه مجمع الخصوص ان شاء الله الحد والاثنين عندنا عدد كبير جدا من الامهات نازل. هنوعيهم وهناخد محاضره عن الاذى الجنسي، محاضره ازاي اربي ابني من غير عنف. اكيد هنستنى التقرير المحترم ده وحضرتك تشرفينا كمان في الاستوديو نتكلم بشكل تفصيلي اكتر. بشكرك شكرا جزيلا استاذه اكرام خليل رئيسه مؤسسه احلى البلاد. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.